هوات الفراقي ديال اليوم ولا ديال حلقات اليوم هما شباب الوطية وايضا نادي الرياضة الرشيد ديال اللي معنا سي ماروش رئيس ديال الفريق سعدي ماروش. صباح الخير سي ماروش. صباح الخير سي مهدي. شكرا سي مهدي. شكرا سي محاش. شكرا للمستمعين الافاضل. هنيئا لكم الصعود وهنيئا الناس ديال الرشيدية. شكرا سي مهدي على التهنئة. شكرا. بعدا كما قلت قبيلات انا راديو مارس كان كره القدم كره اليد وكره الطائره. الان الفريق الاخ ديالهم كيصعد للهوات العوده. راه العوده سي مهدي راه العوده للاقسام الهوات. اييه حنا اش قلت انا قبيله على السميه. انا تيهمني هو القنص مع الرشيديه تكون مالوفه كل تاكل السميه مالوفه زاكورا ونسمع القلعه ونسمع بن قرير كلهم نسمعوا هذا هو تيهمني ان شاء الله. ونحن كان عندنا هدف واحد ان العاصمه الجهات تستحق فريق بالهوات. وكان ذلك هذا العام كانت تجربه السنه الفارضه الموسم الفارض انا قاب قوسنا باش ولكن هذا العام كسب لنا اننا نصعدوا. وكانت الامكانيات الذاتيه ديال الفريق وديال الغويران تمكننا الحمد لله اننا بعد 20 مقابله ان الفريق كان ضمن الوحيد زعما ديال هذا العام ان 20 مقابله ما هزمناش. كانت هناك 12 الانتصار و7 13 المهم 20 مقابله اننا ما هزمناش. هذا هو القياسي. مزيان رقم قياسي مزيان بالنسبه للعصبة. بشكل عام المنافسات كيف دازت الا بقينا في المسائل التقنيه؟ واش ما لقيتوش شي صعوبات الفرق اللي لعبتوا معاهم؟ واش عندهم مستوى حتى هما يعني هنا في الاخر نقولوا واش غير الرشيد ديال تيستحقوا يصعدوا ولا كاينين فرق اخرين اللي حتى هما ربما يمكن غير هذه المساله ديال فريق واحد اللي غير صاد كانوا يستحقوا حتى هما يصعدوا معكم؟ سي مهدي شوفي داك الحقيقه الصراحه كان هناك مستوى مرتفع كان باش كانت البطوله منقسمه على شطرين مجموعه الرشيديه ومجموعه وردزات. كل فريق فيه 8 لعبنا 14 مقابله تلعبات 14 مقابله في كل شطر. كان هناك فروق سبق لها ان جوارت الهوات. هناك رفود وهناك وفاق تجداد. هناك فروق كانت جيده ممارسه وهناك شطر اخر شطر ديال الوردزات كانت هناك فروق تستوفر لاعبين كانوا مارسوا في الهوات ما نكذبوش. هناك اتحاد زاكورا وهناك ترميكت كان فريقا ند للفريق الرشيديه انه كان فريق اللي من الدور الاولى حتى الدور الاخيره في الشطر الاول كان هو البطل ديال الوردزات. وكانت البطوله المصغره كانت قويه صراحه كانت قويه. وكان الشكل ديال البطوله اننا لعبنا مع الدوره الثانيه في الرشيديه والدوره الاخيره وغير المقابله الاخيره راه تكون تبعي كان الناس اللي تبعوها في المواقع الالكترونيه ان كانت مقابله جيده في مستوى طالع كبير. نعم سي محا تفضل باش ان شاء الله ندوزو مع المسائل اللي تعودنا نتقربوا منها من الفرق اللي كتطلع ولا كترجع للاكل من العصاب. سي محا للسعدي تحيه لكل مكونين الفريق نادي الرياضات بمدينه الرشيديه. قلنا اكثر من مره السي المهدي على ان هذا الاقليم اللي هو الرشيديه يستحق ان يكون ممثلا بفريق ماشي غير في القسم الثاني هو بالقسم الاول هو تعطل ومع ذلك راه الفريق الان صعد. انا السؤال ديالي سعدي هو واش هذا الموسم هذا اعتمدتوا على اللاعبين ديال المنطقه ام انكم درتوا انتدابات من خارج الاقليم لهدف واحد اللي هو مصدر هو الصعود او العوده لحظيره الهوات؟ شكرا سموحه على هذا السؤال. هذا السؤال حطينا حتى احنا كمكتب ان الشطر الاول غير باش نقول لكم ان الدراري ديال الرشيديه اللي سبقوا جواروا فرق في الهوات جاو اتصلوا بنا قالوا تعال فكرات هذا العام ان شاء الله غنحاولوا نطلعوا الفريق ديالنا. هناك من لعب في البطولات الهوات في الشاون كان اللي لعب في الرجاء الجديدي كان اللي لعب في الصحراء جاوا وقال لك غادي نديروا واحد الفريق ان شاء الله نحاولوا نصعدوا فيه لان كان المشكل ديال السن ما لقاوش بلايصهم في السن ولكن جاوا لهنا جلسنا معاهم قلنا عطينا الخطط الطريقه باش نديروا. ولكن ملي استمرينا شويه الدور الشطر الثاني كان لزاما علينا اننا نقيو
نقويو الحاضره ديال ديال ديال, ديال الفريق. اضطرينا اننا نتعاقدوا على سبعه ديال ديال اللاعبين. كان هناك من جبناه من بركان، كان جبناه من الخميسات، كان جبناه من الدار البيضاء، كان جبناه من مراكش، كان جبناه من الدار البيضاء. قلتها اننا كان عندنا واحد الخليط وهما اللي تمكنوا سكنت البصمه ديالهم. صراحه كان عندنا واحد احمد الحمياني كانت البصمه ديالو كحارس كحارس مرمى، كان عندنا هاشم اسماعيل اللي كان في الاتحاد الخميس، كان سبق لنا في الاتحاد الخميسات في ازرو. انا كانت عندهم البصمه ديالهم في البطوله في الشطر الثاني ديال البطوله المصغر، البطوله والشطر ديال البطوله المصغره، لان كانوا كانت لان لزاما علينا اننا نلقحوا الفريق بنات الجايين جايين بغره. الحمد لله تاثر علينا وكانت هناك امكانيات اللي خصنا رصدناها باش نصعدوا وراها. اول مره راه غامرنا شويه، غامرنا راه كون ما طلعناش راه دي وقت فقا شي حاجه. هذا هو باش نقول لكم صراحه الحمد لله اجتهدنا ولا نصيب في هذا الاجتهاد. من دخلتي في هذه المساله هذه نيت نواصلوا فيها، منين تقول الامكانيات اش وفرتوا للفرقه باش منا نعرفوا تقريبا شحال تقام عليكم من ناحيه الماديه لهذا الموسم هذا اللي صعدتوا فيه؟ باش نقول لك سي مهدي، باش نقول لك الاخوان، اول مره كميزانيه ترصدات كنا رصدنا 32 مليون كنا رصدناها في المشروع ديالنا، ولكن الان كانت هناك دي فويت وصلنا دابا 34 مليون. وصلنا 34 مليون تقريبا. اللاعبين والماتشات اللي كانوا تيلعبوا اللي كنتوا كتوفروا لهم، يعني باش كنتوا كتنقلوا ثم واش كنتوا كتعطيهم دي بريم ولا شي حاجه تخلصوهم في الشهر؟ انا سيدي باش التنقل كان تنقلات كانت متوفره. التنقل كان عندنا فريق ديال واحد الرشيد ديال كره القدم النسويه، شكرا اننا وفر لنا الاطقم التقنيه ديالو، وفرنا لنا حتى اللوجيستيك الميني بيس اللي عندهم، وكان هناك جماعات مضغره لاننا كنشكروا الرئيس انه وفر لنا. كان هناك الجماعات الرشيديه وهناك هذا هو التنقلات. ما عندناش حنا مشكل ديال التنقل، مشكل ديال التنقل ما عندناش، ولكن عندنا فليبريم، عندنا فليبريم كنا دايرينه في الشطر الاول للبطوله، درنا لهم واحد فليبريم متحركه، كنقول لهم تاخذوا 500 درهم ربحتوا ماتش اخر 550، الماتش الثالث هي 500 غادي متحرك، كل ما انتصرتي كل ما كدير. ولكن في الشطر الثاني وهناك النقاط كنا درنا لهم في منحه الصعود النقاط، كل نقطه عندها واحد الرصيد مالي فيها. وفي الشطر الثاني في البطوله كنا درنا لهم 1000 درهم في الانتصار ومتحرك، 1000 درهم 1500 1000 درهم 1500 1500 2000 درهم. وكان اثر رجعي، اي مقابله تعادلنا فيها ما فيهاش البري في المقابله ديال التعادل، ولكن في حاله الصعود كنرجعوا باثر رجعي لديك المقابله اللي تعادلنا فيها كنعطوا فيها 1000 درهم. يعني كنا دايرين واحد الخطه ديال واحد لو باغيم سنو فيها عقده الاهداف، كنا درنا عقده الاهداف مع اللاعبين وصدقوا عليها. الحمد لله ربي ما خيبش الظن ديالنا. نعم سي موحى، تقريبا 32 34 مليون، وهذا الشيء اللي سمعتي دابا ديال 500 الف درهم حتى 1500 درهم بالنسبه لي بريم مقارنه بالمباريات اللي كانوا تيلعبوا، هذا الشيء باش تقدر تطلع في درعه لحد الساعه هذا العام في الظروف؟ بالفعل علما بان راه الشساعه ديال الجهه ديال درعه تافيله راه كبيره بزاف، ولكن هنا اللي الناس ديال الرشيديه خصهم يعرفوا ان في السنه في الموسم الرياضي القادم فالميزانيه ربما غادي تكون مضاعفه اكثر من مرتين ولا ثلاثه. حنا دايرين 120 العام الجاي بالفعل، لان الفريق غادي يتنقل يعني في مسافات طويله. الان اشنو هي الفريق يعني الموسم الرياضي القادم؟ اولا السموحه كما قلت المكتب الاشتغال كما قلت قبيلات الناس ناعسين ولا شي حاجه، ولكن حنا قلنا لهم حنا خصنا نشتغلوا ونخرجوا كونجي ونرجعوا نخدموا عاود. حنا كمكتب الان في مفاوضات بعد خصنا مدرب اللي يليق بالهوات هو ونشوفوا اللاعبين. المشكل ديال السن، حنا السن الدراري ديالنا حنا تبقاونا اربعه كبار وعندنا سته اللي بقات لنا في كفريق اللي لعبنا بهذا العام 10 اللاعبين. يعني خصنا الحاضره ديال اللاعبين ديالنا خصنا نديروا ريكريتمون باش نجيبوا الناس، خصنا ندوروا على المداشر ديال الجهه. كمثلا درنا واحد الخطه باننا خصنا نمشيو لميدالت، خصنا نمشيو للريصاني، نمشيو للريش، خصنا نمشيو لزاكوره ميدلت التنغير. خصنا كان الاستاف ديالنا ان شاء الله غادي يزور هذه المناطق. اولا غادي نديروا واحد ديتيكسيون باش نجيبوا، من بعد المدرب اللي غادي نتعاقدوا معاه هو والاداره التقنيه
الاداره التقنيه اللي غتخسر اللاعبين. هذا في الشق ديال اللاعبين. وهناك عندنا اكراه اخر، اكراه ديال المسافه، اقل مسافه الان غادي نضربوها باش اول مقابله هي ميسور، هي 200 كيلومتر، وعندنا اقصى مسافه هي طنجه والحسيمه حسب، يعني فارق ضربنا الكيلومتر باش حنا راه عندنا شي 12600، يعني 13000 كيلومتر الفارق ملزم عليه ان يضربها. وانتم كتشوفوا الشاسعه ديال الاقليم ديال والبعد ديال الاقليم ديالنا، راه هذا هو هذه الخريطه فين حطتنا الخريطه، ما عندنا ما نديروا لها، ولكن حنا ان شاء الله متفاهمين. والميزانيه اللي حطينا الان، لان عندنا الميزانيه في الجهه ديال العصبه ديال الجامعه البلديه، حنا حاطين قدامنا واحد 120 مليون خصها الى بغينا نديروا المانتيه، راه خصنا 120 مليون. هنا كنتمنى السلطات يتفهموا هذا الامر باش المهم نخليوها الا سمحتي لي. هاد النقطه مهمه، نركزوا على هاد المساله هذه لان هي اهم حاجه بالنسبه لكم العام الجاي الا سمحتي لي. سي ماروش ولا ايضا سي محاد، نفاصيل اشاري قصير ونواصلوا دائما معكم في مرسوات. باقي في الاستماع دائما المارس هوات والوضع ديال فريق نادي الرياضات الرشيدية اللي حقق صعود والعودة للقسم الوطني الثاني هوات. 120 مليون هادشي اللي تيقدروا بالنسبة للمسؤولين ديال الفريق اللي خصها توفر إلا بغاو على الأقل ينافسوا على البقاء في القسم الثاني هوات. هاد 120 مليون لحد الساعة شنو هو التصور اللي عندكم سي ماروش باش قدروا أنه توفر الفرقة العام الجاي؟ راه واخا راك عارف المسائل ديال الدعم، مشيتي حتى شهر ثلاثة ولا شهر جوجو. صراحه انا ديك الحق سيمتي الان لحنا الان راه الدعم راه ما كانش عندنا من 2019 الفريق لم يتوصل بسنتيم واحد. هنا كامكانيه ذاتيه ديال المكتب والناس الغيورين هكذا باش وفرنا السلفات والديون باننا باش وفرنا هاد المبالغ الماليه باش لعبنا. الجهه الان كان عندنا واحد السلم في الجهه ديال الجهه كانت عندنا غادي نمشيو بها، لان كانت هنا مع مدير الاكاديميه بان راه الدعم غادي يتصرف من هنا لمؤسسات حول ديال الدعم ديال 2021 ديال 22 عفوا غادي يتصرف لنا عندنا ديال المهم عندنا الخطه حطينا. راه هناك الناس اللي حنا غادي نمشيو نتسلفوها باش ما نكذبوا على حد، غادي نمشيو نتسلفوها باش نبداو البطوله، غادي نبداو البطوله. ولكن كما كتقول لان قد يكون ان بلوكاج قد يكون شي حاجه، ولكن هنا حنا غادي نمشيو نبداو في المشاورات لان خصنا نوجدوا واحد المبالغ ماليه، خصنا خلصنا الديريكتور تما راه كيطلبوا الفلوس شحال من حاجه. ولكن حنا غادي نلتجئوا التمويل الذاتي باش التمويل الذاتي يمشيو للناس. عندنا كان هناك عندنا الناس اللي كيثقوا فينا كأناس قبل ما نكونوا كرؤساء فوق ولا شي حاجه. هذه هي الطريقه اللي نستعملوا. 120 مليون راه صعيبه باش توجد، هناك ديال الجامعه غادي حتى هي غادي ستشتغل. ولكن كنقول لك حنا ان شاء الله لا خوفا على الكوادر، هذه هي النقطه اللي خصنا الناس ديال الرشيديه، ولكن الناس ديال الرشيديه السلطات اننا تساعد معنا وباش توفر لهاد السيوله الماليه للفريق. هذا هو باش نقول لك نعم صعيب صعيب صعيب، ولكن ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. نعم، والمجال دائما يبقى مفتوح للناس. تنعرفوا الناس الرشيديه تبارك الله راه موجودين في ماشي غير في ارض الوطن، حتى خارج ارض الوطن، لربما هذه فرصه الى تيسمعونا. وهذا واش المجال مفتوح الى بغاو يعاونوا حتى هما، واش كاين هذه الامكانيه وانتم جرتوا في هذا الباب هذا؟ لانه بزاف الفرق بحالكم لاحظنا مؤخرا انهم اجتهدوا في هذا الباب وحاولوا يديروا مثلا صفحه رسميه في الفيسبوك الى اخره، وتيعرفوا بالملعب ديالهم وبالمنطقه وبلا راه كاينه الكره وخاصنا واش ما خاصنا وتيتصلوا بهم. انتم في هذا الجانب شنو درتوا؟ صحيح 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 كاين صحيح سي مهدي، كاين واحد مجموعه في الواتساب في ديال ابناء الرشيديه في المعمور، كاينه كتسمينا نشطاء الرشيديه، كاينه على الواتساب، كاينه هذه المجموعه راه عطيناهم راه مستعدين انه يعاونوا الفريق. هناك هنا درنا واحد المداخيل بطائق ديال الافتراضيه، الحمد لله كان واحد المدخول واخا رمزي مزيان، وكنا غادي نديروا ان شاء الله غادي نديروا واحد لوستوغ ديال الفريق، لان كاين الناس اللي كيتصلوا كيقولوا بغينا التوني بغينا هذا. الحمد لله عندنا شركات اللي كيتفاهموا معنا في هذا
في المجال. عندنا بطائق الانخراط اللي غادي نديروها ديال 100 درهم 200 درهم حتى 500 درهم. عندنا هذه الامكانيات كاملين. وكاينين الناس الان باش نقولها لك كاينين اخوان اللي كيتصلوا مع ديال المستشارين حاليا. كاين خطوات وخطوات دخلنا فيهم باش اننا نوجدوا واحد الغلاف مالي قبل ما تبدا البطوله. نعم، ونتمنوا التوفيق والناس يتحركوا ويسرعوا في هذه المساله. هذه سي محا ندوزوا دائما الامكانيات والملعب. بالفعل الامكانيات وهذا ربطها بموضوع اخر، لا يكفي فقط ان الفريق يتوفر على 120 مليون. انا ما بغيتش الدرعه العصبه ديال درعه تافيلال كيحصل ليها ما حصل لها في هذا الموسم والانديه اللي كانوا قبل. ولكن نعطيك على سبيل نكون واضح مزيان، السنه هذيك الفرق اللي كان صعب قبل من اتحاد النادي الرياضه الرشيديه وحسنيه تكريز، للاسف انه رجع بعد التجربه ديال موسم واحد. قبل منه اتحاد الرياضي زاكوره اللي كان انا ذاك تبع العصبه ديال الجنوب يعني مراكش، وهو الاخر نزل. النادي البلدي الرشيديه نزل. واش كنتوما انت كعضو المكتب التنفيذي ولا المكتب المديري ديال العصبه ديال درعا تافيلال ما شفتوش ديروا واحد اجتماع ديروا اش يعني تناقشوا الموضوع بجديه اشنو هي الاسباب اللي تتخلي هاد الفرق ديال درعا تافيلال انها تنزل؟ ما بغيناش انه نادي الرياضه الرشيديه هو ايضا لقى المصير ديالو، ما كنخلعش، ولكن راه ضروري، راه المال وحده لا يكفي، راه خصو يكون استعدادات مبكره، خصو يكون ايضا انتدابات وازنه، خصو يكون ايضا طاقم تقني، وخصو يكون ايضا الجمهور ما كنذاكرش عليه، راه ديما حاضر، ولكن الجهات المسؤوله هي ايضا تبين لنا بانها فعلا تعطي اهميه للرياضه وخصوصا كره القدم. نعم. واجه انا العمل فات فين وصلنا للنهايه. واحد الوقيته مني ما ربحش الفريق، قلت الحمد لله مني ما ربحش. علاش؟ لان اسبوع باش تبدا البطوله راه حسنا تكزرا صعيب عليها، اللي ما وجدت لاعبين ما وجد والو صعيب. ولكن حتى المنافسه السموحه كانت عندنا لها عندها واحد تاثير كبير. باش لعبوا خمسه المقابلات وطلع الهوات كحل استثنائيات العام اللي فات، راه صعيب اي فريق، ما كتكونش عدد المقابلات في رجليه. الان لزمنا هذا العام، اننا خصنا نلعبوا 20 مقابله، 14 في الشطر الاول وسته، يعني مازال شويه كان المنافسه، وكانت منافسه حاده. في هذا الجانب تمشيا مع دستور التحملات اللي درنا اللي كاين اللي وقعوا السيد الرئيس مع الجامعه، ان البطوله ديال درعا تافيلال اظن ستكون اكبر بطوله في المغرب، ستلعب ان شاء الله. هذا هو اللي غادي التوجه اللي غادي ليه، غتلعب ب 16 فريق، يعني 30 بطوله 30 دوره، يعني داك يعني الفريق اللي غادي يصعد غادي يكون لعب العدد كبير ديال المقابلات. ولكن ما نساوش سي محرك كان المشكل ديال عند اكدز، كان عندنا مشكل وكان، ولكن الحمد لله ان شاء الله غادي نتفاداو مع التعاقدات، لان العام اللي فات اكدز لعبات بلاعبين، ومن بعد خصها دير لي ريكروتمون ديال الدراري الصغار حتى للسن ديال 23 عام، كان عنده لامباكت ديالو، راه كان عنده واحد تاثير كبير اننا في هذا الشق، والشق ديال التاخير ديال المنح. ولكن ككودير ان شاء الله السنه التاجئه الى السيد الوالي، اننا خصنا نديروا مشروع مدير للدخل بالنسبه للفريق. هذا هو وعد من عندنا ان شاء الله، لان كان جميع الحلول كنقلبوا على الكودير، لان باش نطلعوا هذا هو الهم اللي كان محطوط في جميع في المحبين. كيوقع عندك وقع لكم كما وقع لهذه الفرقه، عندك وقع لكم كما وقع لهذه الفرقه، ان شاء الله بحول الله بتضافر الجهود ديال الجميع ان شاء الله الفريق. وراه هضرنا مع رئيس الجهه، هضرنا مع رئيس الجماعه، هضرنا مع يعني غادي هذا الفريق. راه الان هناك مفاوضات من اجل تكوين فريق كبير في الرشيديه، متعدد الرياضات بامكانيات محترمه، لان باش الفريق ما يرجعش. هذه بعدا نقول لكم السموحه ان الفريق الرشيديه نحاول ان شاء الله بحول الله ما يرجعش، والعصبه كذلك واخذه على عاتقها هذا المشكل. راه مشكل كبير، راه السيد الرئيس ديال العصبه راه عندنا اشكال كبير، بان ملي كيطلع فرقه وعاود ترجع المشكله، السمعه ديالنا حنا حتى انا على
على صفيح من النار. هذا هو اللي كنقولوا احنا ان شاء الله اي فارق كعصبه كنقولها كعصبه راح حتى الاعداد المكسب متفاهمين هذه القضيه، لان خصنا نعطيو منتج رياضي صحيح ونعطيو، لان راس عصبه فتيه جديده، ولكن احنا من اخطائنا نتعلم. شكرا سمحوا، ونتمنوا لكم ان شاء الله التوفيق، وهذه كانت غير فرصه ان شاء الله منين اتصلوا بكم من هنا لبدايه الموسم تكون شي واحد القدر واحد البركه من هذه 120 مليون توفرت لكم ان شاء الله سي عدي. شكرا بزاف، بارك الله فيك، وهنيئا مره اخرى الناس ديال نادي الرياضات الرشيديه تحقيق الصعود والعوده لبطولات الهواة.